تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما صباح التفاؤل وصباح السعادة، ونتمنى إن شاء الله يومكم مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحتكم. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، أتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بفريق العمل المبدع معانا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. دائما مستمعين الأعزاء، ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم ومشاركاتكم معنا خلال الساعة وخلال هاي الحلقة على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا هذا اليوم، نود التنويه أعزائي المستمعين بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19، طبعا باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ويعتبر كل من كبار المواطنين وأيضا كبار السن من المقيمين اللي أعمارهم طبعا فوق 60 سنة، ومنهم واللي عندهم أيضا الأمراض المزمنة، وأيضا أصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول، وأيضا المهن الحيوية. هاي الفئات مستمعين الأعزاء هي الأولوية خلال المرحلة القادمة للتطعيم ضد كوفيد-19 في إمارة دبي، والتطعيم أمان طبعا واطمئنان إن شاء الله. ودائما مستمعينا الأعزاء نذكركم أيضا بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، ودائما كونوا حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، ولبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، وأيضا لا تنسون غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. بنستعرض إياكم مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا هذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية. اليوم عندنا أول خبر تحت عنوان هل الكحول يقتل الجراثيم أم لا. خبرنا الثاني كم من الوقت تعيش فيروسات الإنفلونزا على الأسطح الصلبة أو على الأقمشة أو على الجلد. فقرة سوشيال ميديا وأهم المستجد فيها في وسائل التواصل الاجتماعي على صفحات هيئة الصحة، وأيضا فقرة مستجدات كوفيد اليوم تحت عنوان الإجراءات الاحترازية أثناء الاحتفال بعطلة نهاية السنة الميلادية. ومصطلحنا لهذا اليوم مصطلحنا الطبي تحت عنوان التقرن الشعري. وفقرة التغذية أيضا اليوم فقرة جميلة تحت عنوان الحبوب وفوائدها الغذائية والصحية، ومثل ما عودناكم كل ثلاثة عندنا حلقة بعنوان أو فقرة خاصة بالتقنيات الحديثة في هيئة الصحة بدبي، واليوم عندنا مبادرة الحقيقة جميلة جدا بنتعرف عليها وهي دبي مدينة القلب السليم. هاي كلها فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ودائما نرحب بتواصلكم مع برنامج صحة وسعادة على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وبناخذ خبرنا لهذا اليوم، كم من الوقت تعيش فيروسات الإنفلونزا على الأسطح الصلبة والأقمشة والجلد؟ من المعروف بأن فيروس الإنفلونزا هو مرض شائع له أعراض يمكن أن تتراوح من الحمى المعتدلة والقشعريرة والاحتقان إلى العدوى الشديدة، وربما في بعض الأحيان العدوى المميتة أيضا. ويقول
يقول الدكتور كيلي عالم الأحياء الدقيقة في كلية الصحة العامة بجامعة أريزونا أن الفيروس المسبب للإنفلونزا يميل إلى العيش لفترة أطول على الأسطح الصلبة. وأيضا أوضح البروفيسور أن الفيروسات الإنفلونزا تعيش لمدة 24 إلى 48 ساعة. وأيضا يقول بأن فيروس الإنفلونزا يميل إلى العيش لفترة أقصر على القماش مقارنة بالأسطح الصلبة. وأيضا وأما الآن ناخذ فقرة السوشيال ميديا مستمعينا الأعزاء ومستجدات السوشيال ميديا مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحتم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والسعادة أختي أسمى. ناخذ بعض المستجدات اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمنها نحن مركزين على حاليا في الوقت الحالي على كل المعلومات وفي المعلومات اللي يحتاجها المتعاملين بكل ما يتعلق بتطعيم كوفيد 19، وهو اللي متوفر في 6 مراكز تابعة لهيئة الصحة بدبي. يمكن أخذ المواعيد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو الرقم المجاني 8342 باختيار خاصية أو الرقم المتعلق بخدمة تطعيم كوفيد وإجابة على الأسئلة. أيضا من ضمن الأخبار، صحة دبي تتوسع في شراكتها وعلاقاتها بمذكرة تفاهم مع جامعة الخليج الطبية، وهذا من خلال توقيع مذكرة تفاهم كان بين الهيئة وبين الجامعة. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي من حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، جانب من دور هيئة الصحة في تغطية فعاليات رأس السنة في دبي وضمان سلامة رواد الاحتفالات، فريق ميداني من 49 طبيب وممرض، 10 إداريين وفرق دعم، 3 مستشفيات ميدانية. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها هي الخدمات الصحة النفسية بالأرقام. هاي تقريبا كانت أغلب الأشياء اللي كانت يعني أو أبرز الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسمى الجناحي، كل الشكر والتقدير لك. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة إن شاء الله بتكون بخصوص موضوع الاحتفال بعطلة نهاية السنة الميلادية في إمارة دبي. نذكركم دائما مستمعين الأعزاء بأن ما زالت هيئة الصحة بدبي توفر خدمات فحص فيروس كورونا في مراكز التسوق في مول الإمارات، وأيضا في مردف سيتي سنتر وسيتي سنتر ديرة. وبإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي لمعرفة المزيد من المعلومات على الرقم المجاني 800-342. بناخذ معاكم مستمعينا الأعزاء فاصل، وبعد الفاصل موضوع حلقتنا بيكون أو النقاش مع الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وتحت عنوان اليوم حديثنا معها عن الإجراءات الاحترازية أثناء الاحتفال بعطلة نهاية السنة الميلادية. خلكم ويانا مستمعينا الأعزاء فاصل وراجعين لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ودائما من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. موضوعنا مستمعين الأعزاء مثل ما ذكرنا لكم قبل لا نطلع الفاصل اليوم عن الإجراءات الاحترازية أثناء الاحتفال بعطلة نهاية السنة الميلادية. نرحب معنا اليوم مستمعين الأعزاء الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة هند. صباح الخير أخوي عبد الله، صباح الخير لجميع المستمعين. الله يصبحك دكتورة بالنور والعافية، وطبعا نشكركم دائما دكتورة على جهودكم الحقيقة
أنت وفريق العمل في موضوع دائما التثقيف وتوعية أفراد المجتمع عن مجالات صحية مختلفة، ولكن خلال الفترة هاي عن الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا. واليوم موضوعنا دكتورة أيضا مهم، بحيث أن نحن مقبلين إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة الاحتفال بنهاية السنة الميلادية، وأكيد هناك طبعا برنامج معد من قبلكم اللي هي الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذا الموضوع. حابين دكتورة نعرف أكثر إن شاء الله عن هذا الموضوع. طبعا يعني أول شيء نذكر المستمعين أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث أصدرت العديد من القواعد والقوانين الخاصة باحتفالات رأس السنة. أنا أنصح جميع المستمعين أنهم يكونون على علم بهذه الإجراءات والقوانين الصادرة من عندهم عشان يكونون دائما في الصورة، وخلي المستمعين يحطون في بالهم أن هاي الإجراءات لما تنحط هي تنحط عشان سلامة وصحة المجتمع بشكل عام. فطبعا احنا نعرف ان كالعادة اول شيء ابدأ من اهم الاجراءات الاحترازية اللي هو المثلث الذهبي اللي انا دايما اعيد وازيد فيه، واللي انا نسيت اليوم اذكرت فيه وانت نسيت تذكرني فيه اليوم عبد الله، فانا يعني ما رح انسى. صحيح. اول شيء مهم جدا انك انت تتذكر انك تحافظ على مسافة كافية بينك وبين الاخرين، سواء انت كنت في تجمع عائلي او انت كنت في تجمع خارج نطاق عائلتك. صحيح. ثاني شيء لازم أنت تحرص على ارتدائك لكمامك بالطريقة الصحيحة، وإذا أنت لين الحين ما تعرف كيف ترتدي كمامك في العديد من الرسائل التوعوية بهذا المنطلق، وأيضا في العديد من الفيديوهات بعد اللي تبين لك كيف ترتدي أنت كمامك بالطريقة الصحيحة. صحيح. وطبعا ثالث شيء نذكر أن من المهم جدا أنك أنت تحرص على نظافة يدينك طوال الوقت، وخصوصا لما أنت إذا سلمت على حد أو أنت تبي تتناول شيء من الطعام أو أنك أنت تبي تلمس وجهك لأي سبب كان، فإحنا يعني دائما نقول حافظوا على نظافة إيديكم. طبعا أول شيء يعني إحنا نقول بالماء والصابون، ولكن إذا ما كان متوفر لك الماء والصابون حزتها تستخدم الجل المعقم، ولازم يكون يحتوي على نسبة لا تقل عن 60% من الكحول. نعم. هاي الإجراءات الأساسية اللي مش بس في أي مو بس عشان احتفالات رأس السنة، ولكن هذه دائما وأبدا ما دمنا إحنا في جائحة كوفيد فإحنا لازم نلتزم بهذه الإجراءات دائما وأبدا. في بعد إجراء إضافي زاد على هاي الثلاثة أخوي عبد الله اللي هو لقاح كوفيد 19، وخصوصا للفئات اللي إحنا مستهدفينها. إحنا صحيح. ننصح جميع الفئات المستهدفة إن يحرصون على أخذ موعد لحصولهم على هذا اللقاح عشان يزيدون من نسبة الحماية لهم ضد كوفيد 19. بعدين نتكلم بشكل بسيط عن بعض الإجراءات اللي الواحد لازم يسويها إذا كان يبي يحتفل باحتفالات رأس السنة، سواء كان في نطاق عائلته حفلة في البيت أو إنه يبي يحتفل في مكان خارج المنزل. إحنا يعني أول شيء نقول إذا أنت كنت تعاني من أي إعراض تنفسية أو تعاني من الحمى، إحنا دائما نقول لك أنك أنت يفضل أنك أنت تظل في البيت وما تخرج من المنزل إلين ما أنت تحس نفسك أنك أنت صرت أحسن والأعراض خفت عنك. ثاني شيء أنك أنت لازم تعرف الإجراءات الثلاث اللي أنا ذكرتها أنت تحط في بالك وتذكر نفسك، وإذا كنت أنت راح تقضي بعض الوقت مع عائلتك أو أطفالك تذكرهم بعد بهاي الإجراءات الاحترازية بعد. وبعد إذا إحنا رحنا إلى مكان عام نحرص مثلا إذا قعدنا في مطعم أو مقهى أو ما إلى غير ذلك نتذكر الإجراءات اللي إحنا لازم نلتزم فيها أثناء تواجدنا في هذه الأماكن، اللي هي نحافظ على المسافة الكافية، وبعد نحاول أن إحنا ما نتشارك الطعام، كل واحد يكون له صحن الخاص كوب الخاص، وبعد نظافة إيدينا وما إلى غير ذلك. إذا كان يعني إحنا نبي نروح نحضر احتفالات معينة في الأماكن اللي الجهات المعنية أوصت فيها، فإحنا لازم بعد نشوف شو هي إجراءاتهم، شو هي معايير السلامة عندهم، ونتأكد إن إحنا نلتزم بهذه الإجراءات.
وبعد وايد مهم انك انت تشيل كميه كافيه من كمامك. سبحان الله صار شيء لكمامك اثناء تواجدك في الخارج، وممكن انت يعني يمكن تمزق، يمكن تبلل، يمكن يعني صار اي شيء، انت تكون شال معك كميه كافيه من كمامك، وبعد الجل المعقم يكون معك دائما. صحيح. يعني بشكل عام هذه الإجراءات العامة اللي احنا يعني ننصح المستمعين انهم يلتزمون فيها. يعني التجمعات العائلية احنا نحاول يعني نقول ان التجمعات مثل ما قالت هيئة الأزمات والكوارث انها ما تزيد عن 30 شخص، واحنا نفضل ان هي تكون العائلة المقربة او كانوا الأصدقاء المقربين، ونتأكد ان هم ما يعانون من اي اعراض اذا كان في هذا النوع من الاحتفالات. صحيح. دكتورة هند، عندي واحد من ربعي مطرش لي رسالة على الواتساب ويقول لي اشكر الدكتورة هند على هاي النصائح الجميلة، ويقول نحن الحقيقة إذا كان هناك أي إجراء يعني خاص بموضوع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالقرية العالمية. طبعا دكتورة أنا أتذكر نحن تكلمنا في هالموضوع وأنت تفضلتي أيضا، بس هو يمكن يحس إنه يعني مثلا يمكن المكان مفتوح أو هناك بعض القرى اللي فيها يعني كثافة الناس التسوق، فإذا كان هناك أي نصائح خاصة لهذه المنطقة دكتورة هند؟ طبعا الشيء الجميل في القرية العالمية انه في الهواء الطلق والمساحة مفتوحة والتهوية تكون جيدة جدا فيه، ما عدا في بعض الاماكن المعينة. انا انصح يعني اذا انت يعني كنت تعاني من اعراض طبعا ما تروح، اذا انت بتروح تحاول تتجنب في بعض الاماكن. اخوي عبد الله احنا نعرف في القرية تكون شوي مزدحمة. صحيح. فاحنا يعني اذا شفناها شوي مزدحمة نغير توقيتنا، نرد لها لوقت ثاني. في الكثير من يعني الكثير من كيف أقول لك، نحاول إن إحنا ما نلمس الأغراض بشكل متكرر. إحنا نعرف إن هذا الشيء وايد صعب يعني في القرية وكذي، بس إحنا يعني شوية نغير من أسلوب تعاملنا مع الأشياء. يعني هذه إحنا نسميها الحياة الطبيعية ما بعد، يعني هذه مرحلة التعايش، إحنا الحين قاعدين نتعايش مع الجائحة. فإحنا يعني إذا حد قال لنا جرب هذا، امسك هذا، شوف هذا، إحنا نحاول نقول لا، أنا أفضل يعني إني أنا ما أمسك هذا الشيء، أو إني أنا ما بأجرب هذا الشيء. وإذا يعني إذا لمست أنا شيء وحسيت إنه يمكن هذا الشيء ما يكون معقم بالطريقة الصحيحة، أنا أعقم إيدي بعد ما أنا مثلا أخذ غرض معين وما إلى غير ذلك. إذا إحنا يعني إحنا نعرف إن القرية العالمية مليئة بالكشكات ومكان وايد حلو إنك أنت تجرب العديد من الأشياء يعني الغريبة والعجيبة. يعني القرية تتفنن في اختيارها المأكولات الغريبة والهذه. فإحنا يعني إذا شفنا المكان اللي إحنا ناخذ منه الغرض زحمة، إحنا مثلا ناخذ أشياءنا هذه ونروح نختار لنا مثلا كرسي بعيد عن الناس، أو نبتعد شوية عن الازدحام. شخص واحد مثلا يروح وياخذ الأغراض هذه، ويفضل مثلا هذا الشخص يكون في كامل صحته وعافيته. كبار السن عنا، يعني احنا ما نقول ان احنا ما نوديهم معانا، لكن ناخذهم معانا، لكن نحرص اشد الحرص انهم ما يختلطون بالناس كثير. كماماتهم يكونون لابسينها دائما وابدا. طبعا الحين في لقاح كوفيد 19، احنا ننصح ان الفئات كبار السن عنا هم من المستهدفين، من الفئة المستهدفة انهم يحصلون عليها. فبعد ننصحهم ان يعني ياخذون لهم موعد ويحصلون على هذا اللقاح. هذا بشكل عام بعض الإجراءات، مو بس في القرية العالمية أخي عبد الله، في أي مكان مفتوح. في العديد الحين من الأماكن الموجودة في إمارة دبي في أماكن مفتوحة. صحيح. فيها نفس نظام القرية، الكشكات، المحلات وما إلى غير ذلك. فإحنا يعني هي الإجراءات هي نفسها في كل مكان، ولكن يعني دائما نحاول نذكر نفسنا فيها. صح ساعات إحنا ننسى هذه الإجراءات، لكن يعني التذكير، إذا إحنا يعني حتى لو لاحظنا أحد من أصدقائنا نسى أن مثلا ينظف إيده أو يعقم إيده، أو أن مثلا ما مرتدي كمامة، إحنا بعد نذكرهم. صحيح. أن يعني احرص على ارتداء كمامك. وبعد خصوصا في نقطة مهمة، إحنا لما نشوف أصدقائنا وقاربنا نحاول أن إحنا
نغير طريقة سلامنا عليهم، نسلم عليهم من بعيد، نتجنب هاي الفترة السلام باليد واحتضانهم وتقبيلهم. يعني احنا نعرف احنا كعاداتنا هذه شيء يعني متعارف عليه، بس الحين في هاي الفترة احنا نقول ان نغير من طريقة سلامنا على الاخرين وطريقة ابداءنا لمحبتنا لهم. صحيح. في بعض الاوقات دكتورة يوم تقولهم الكلام يقولوا تنزل لي متى يعني إلين ما الجهات المعنية تقول إن إحنا انتهينا رسمياً من جائحة كوفيد، وإحنا يعني يعني إحنا ننتظر هذا الإعلان على أشد الجمهور، يعني إحنا ننتظر جميعنا هذا. نعم. وإحنا يعني إحنا مثل ما دائماً وأبداً أقول إن حين هي مسؤولية مجتمعية والكل مسؤول دكتورة أيضا عن الجميع. صحيح. نعم. مثل ما ذكرتي يعني دكتورة بأن هاي عفوا يعني مثل ما تفضلتي دكتورة أن هاي ثقافة مفروض نحن نتبناها خلاص في حياتنا. إلى أن متى ما ذكرتي يعني تعلن الجهات الرسمية بأن نحن انتهينا بشكل فعلي، فأصبح موضوع ثقافة عند الإنسان، والإنسان اليوم مثل ما ذكرتي دكتورة هو مسؤول أيضا عن كل حد، فدائما الإنسان يكون هو الجانب اللي بادر إذا كان عنده يشوف حد يعني يتصرف تصرف غير صحيح سواء من الإجراءات الاحترازية أو من لبس الكمامة، فمفروض أنه يكون أيضا هو عنده بادرة خير بحيث أنه ينصح هذا الشخص أن هاي هي الإجراءات الصحيحة. بالضبط. إحنا الحين كلنا مسؤولين عن الجميع، الواحد ما يفكر فقط في نفسه. وطبعا يعني أنا بعد يعني قبل ما تختم أخوي عبد الله بس أقول كل عام وأنت بخير وإن شاء الله تكون سنة خير. كل عام وأنت بخير دكتورة، صراحة ما قصرتي وجزاك الله خير، وشكرا لفريقك فريق العمل المبدع الحقيقة في هيئة الصحة بدبي. هذا عمل جماعي من هيئة الصحة، فريق هيئة الصحة صراحة أثبت جدارته. وكل عام وإحنا بألف خير وإن شاء الله تكون سنة خير وأمان علينا بإذن الله. إن شاء الله دكتورة هند العوضي ورئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك وكل عام وأنت بخير، وإن شاء الله 2021 سنة خير على الجميع. مستمعينا الأعزاء بناخذ وياكم فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الثانية التغذية اليوم وعنوانها الحقيقة جميل جدا، بتستمتعون ويانا الحبوب وفوائدها الغذائية والصحية. خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ونرحب دائما مستمعين الأعزاء في تواصلكم معنا في برنامج صحة وسعادة على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. وناخذ فقرة التغذية لهذا اليوم وتحت عنوان الحبوب وفوائدها الغذائية والصحية مع الأستاذ سهير المحمود أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. أستاذ سهير صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير والورد لكل المستمعين ولإلك. الله يسلمك، الله يصبحك بالخير والنور والعافية. اليوم طبعا عنواننا جميل كالعادة، أنا الحقيقة أحب جدا فقرة التغذية اليوم الحبوب وفوائدها الغذائية. شو بتخبرينا أستاذ سهير عن الحبوب؟ طبعا لو تلاحظين الفترة الأخيرة في هناك استخدام للحبوب بشكل كبير جدا الحقيقة على طاولة الطعام، سواء في الأكل في الوجبات الرئيسية أو حتى في الوجبات المقدمة اللي يسمونها أو حتى في السلطات، فحابين نعرف منك أستاذ سهير أكثر عن هذا الموضوع. يعني هلا نحن بمنطقتنا بالشرق الأوسط وآسيا دائما بنستخدم الحبوب، بس بنركز عموما على القمح سواء المعادل التكرير او مثلا يعني المكرر او الرز. الرز كمان يعتبر احدى مجموعة الحبوب، لكن يعني بالفترة الأخيرة صار في اطلاع اكثر على انواع مختلفة من الحبوب، ويعني صاروا الناس مثقفين اكثر من ناحية التغذية وصاروا يطلعوا على أنواع الحبوب الثانية غير الرز وغير الـ الطحين أو يعني قصدي القمح، وصار يستخدموا أنواع ثانية من الحبوب، وهي فعلا في لها فائدة. فمثلا في عنا يعني في عدة حبوب من يعني من أكثر الحبوب فائدة رح أذكرها الآن. في عنا الحنطة السوداء اللي هي بتحتوي هاي الحبوب على نسبة عالية من الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية هي اللي بتكون البروتين،
يعني عنصر البروتين الموجود بالأكل مكون من أحماض أمينية. عموما المصادر النباتية كلها ما فيها كل الثمان أحماض أمينية اللي جسمنا ما بيصنعها، فبالتالي إحنا دائما بنكون بحاجة إلى أنه ناخد الحبوب يعني المكملة لبعضها، مثلا مثل طبق المجدرة اللي إحنا موجود عندنا بمنطقة بلاد الشام، بكون عبارة عن عدس وبكون عبارة عن رز مع بعض أو برغل وعدس مع بعض. فالعدس فيه عدة أحماض أمينية لكن مش كاملة، يعني مش كل الأحماض الأمينية اللي جسمنا ما بصنعها، والرز فيه بعض الأحماض الأمينية، فلما ناخدهم مع بعض بطبق المجدرة بكون عم ناخد كل الأحماض الأمينية اللي جسمنا ما بصنعها، فبالتالي بكون كأنك عم تاكل قطعة لحمة. فالفلتة السوداء بتحتوي هاي الحبوب على نسبة عالية من الأحماض الأمينية زي ما حكيت، وكمان بتحتوي على 230 ملي جرام من البوتاسيوم وحوالي 6 جرام من البروتين لكل كوب من الحبوب المطبوخة، وتعتبر كمان خالية من الجلوتين. نعم. الأرز البني غني بالمعادن الأساسية مثل المنغنيز، الحديد، الزنك، الفوسفور، الكالسيوم، السيلينيوم، المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهو العامل المساعد في إفراز الأنسولين وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم أو السكر في الدم. فنحن يعني بأكلنا العربي دائما بناخد رز، فيستحسن أنه نستبدله برز بني، أو مثلا أنه نطبخ رز بني ورز أبيض ونخلطهم مع بعض، كمان يعني بيطلع حتى يعني شكل الطبق شهي أكثر. وكمان الفريكي تحتوي هي على نسبة يعني يعني تحتوي 4 أضعاف من كمية البروتين بالمقارنة مع الرز البني أو الأسمر. ففي مثلا بعض الأطباق اللي إحنا ممكن نستبدل الرز بالفريكي، حتى موجود يعني أكثر شيء بالمطبخ السوري والمطبخ التركي بيستخدموا الفريكي كتير بدل الرز، والفريكي جدا مفيد أفيد بكتير من الرز. فكمان إذا فينا نستبدل الرز البني يعني الرز الأبيض بالفريكي أو بالرز البني بكون أحسن بكتير كمان. صحيح. وعندنا البرغل، البرغل اللي هو إحنا يعني من العادي بنحطه على التبولة، أو مثلا في ناس بيطبخوا البرغل مع مي بصير مثل الرز، بيحتوي على كثير من الألياف، لكل كوب بيحتوي على 8 جرامات من الألياف ومقربة 6 جرامات من البروتين. وفي عندنا الدخن اللي هو الملت، بيحتوي هاي الحبوب على نسبة عالية من البروتين، إذ أنها تحتوي على حوالي 6 جرام لكل كوب من الحبوب المطبوخة، وأيضا تعتبر خالية من الجلوتين للناس اللي عندهم مشكلة بهضم الجلوتين. لأنه هلأ في الآونة الأخيرة صار يعني مش بس أنه في ناس عندها مثلا مرض السيلياك اللي هو ما بهضمه الجلوتين اللي هو موجود بالقمح والشعير والراي اللي هو مش موجود عندنا بالشرق الأوسط، بتستخدموه بالعادي يعني الأوروبيين. فيمكن كمان ياخذوا مثلا الملت ممكن كمان ينعمل زي الرز، ممكن ينطبخ وممكن يعني يتاكل مع اي شيء نطبخه بالبيت. وفي عندنا الكينوا اللي هي اكثر شيء معروفه، صحيح، تحتوي على حوالي 8 جرامات من البروتين لكل كوب من الحبوب المطبوخه. وبتحتوي الكينوا على بروتين متكامل، هي الوحيده يعني من الحبوب اللي بتحتوي على بروتين متكامل من مجموعه الحبوب. من مجموعة البقوليات في عنا الصويا، حبوب الصويا فيها بروتين متكامل، يعني هلأ صاروا مثلا يعملوا تبولي بالكينوا، صاروا يعملوا كينوا بدل الرز، فالكينوا جدا مفيدة. بس كمان الواحد ما بده ياخد كمية ألياف عالية، يعني ممكن إحنا مثلا ناخد مثلا يومين حبوب كاملة ويوم حبوب مكررة علشان ما نتعب الكولون، لأنه زيادة الألياف كمان ممكن تتعب الكولون وممكن تؤدي لنفخة وعسر هضم وإمساك الله يكرمك. صحيح. وآخر شيء بحب أذكر الشعير اللي هو مؤشر نسبة السكر لهذه الحبوب منخفض، لذلك لا يسبب ارتفاعا بنسبة السكر بالدم، فهو يعد من أكثر الحبوب الموجودة اللي هي يعني ما بترفع السكر في الدم، يعني أكثر نوع حبوب ما بيؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم. حتى الشعير يعني موجود بالطب النبوي، لما نحن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ التلبيني اللي هي عبارة عن شعير بنطبخ مع ماي أو مع حليب بنحط معاه مكسرات زبيب كذا. نعم. الأستاذة سهير، الحقيقة مثل ما ذكرتي بأن هناك في الكثير من الأنواع والكثير أيضا من
الأشياء اللي ممكن احنا نستبدلها بالحبوب إلى حبوب صحية. الأستاذة سهير محمود أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، من بعد فقرة التغذية والحبوب إلى فقرة تقنيات حديثة، واليوم الحقيقة عندنا موضوع كثير مهم وموضوع كثير دقيق وموضوع كثير أيضا جميل. بنتكلم عن مبادرة من المبادرات المميزة واللي دائما هيئة الصحة بدبي تتحف الحقيقة أفراد المجتمع ومتعاملينها بمبادرات جميلة وحيوية، واليوم إن شاء الله عندنا موضوع بنتكلم عن دبي مدينة القلب السليم. دائما مستمعين الأعزاء، الاستراتيجية المرنة التي تعتمد عليها هيئة الصحة بدبي لإحداث التحولات المطلوبة في قطاع الصحة بإمارة دبي دائما تستهدف من بين ما تسعى إليه أن تكون دائما مركزا عالميا، ودائما تكون وجهة أيضا مميزة صحية للوقاية والعلاج من أمراض القلب. من أجل ذلك تبنت هيئة الصحة بدبي العديد من المشروعات والعديد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف الدائم. ودائما مثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء أن نهج هيئة الصحة بدبي هو إيجاد مجتمع صحي ومجتمع أيضا سعيد. اليوم نتشرف مستمعين الأعزاء يكون معنا الأستاذ بخيت الفلاسي، ضابط إداري رئيسي ومتخصص أيضا في مكتب إدارة المشاريع بهيئة الصحة بدبي، للحديث عن هاي المبادرة الحيوية دبي مدينة القلب السليم. أستاذ بخيت، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور يا أبو، كيف حالك؟ الله يسلمك يا أخوي بخيت، نحن الحقيقة يعني سعيدين وفخورين بهاي المبادرات الحقيقة اللي تتحفنا دائما هيئة الصحة بدبي، وبالحقيقة يعني يوم الثلاثة من الأيام المميزة اللي أنا شخصيا أحب أني يعني أقدم فيه الحلقة هاي، لأنها فقرة التقنيات الحديثة تعطينا خيال واسع الحقيقة يعني تبني هيئة الصحة بدبي هاي المبادرات الجميلة والتقنيات الحديثة اللي هدفها دائما سعادة المتعاملين. أخوي بخيت، في البداية نحب أنك تعطينا الفكرة عن مبادرة دبي مدينة القلب السليم. إن شاء الله. مبادرة دبي مدينة القلب السليم هي مبادرة تخص برفع نسبة النجاة لحالات توقف القلب المفرط خارج المستشفى. نعم. وتضم في لجنتها معظم الدوائر الحكومية، وسيتم تعميمها على القطاع شبه الحكومي والقطاع الخاص والأفراد المهتمين بالتقدم لمساعدة حالات لحالات توقف القلب المفاجئ. والمحاور هذه المبادرة وأهدافها هي توفير 10,000 جهاز انعاش قلبي في إمارة دبي، وتدريب 100,000 موقف قلب على مستوى إمارة دبي، وربطهم على التطبيق الذكي. بما أن ذكرنا التطبيق الذكي، هيئة الصحة في دبي، هيئة الصحة ممثلة بلجنة مبادرة دبي مدينة القلب السليم. حاليا نحن في صدد تطوير تطبيق ذكي خاص بالمبادرة. نعم. حيث سيقوم التطبيق بربط الحالة ومنقذ القلب وتحديد أقرب جهاز انعاش قلبي لحالات للحالة من خلال مركز العمليات والتنسيق مع الجهات المختصة. نعم. أيضا أستاذ بخيت، الموضوع حيوي مثل ما ذكرنا ومهم في البداية، لأن مثل ما تعرف إذا يعني ما تم إنقاذ الشخص هذا خلال الدقائق الأولى مثل ما تعرف، احتمال أنه يكون الإنسان يمر في مرحلة صحية حرجة. فهاي المبادرة الحقيقة إنسانية وحيوية وصحية مهمة. لو تحدثنا بس في هذا الجانب، يعني كيف بيتم الحرص على هذا الجانب بحيث أن الشخص إذا يعني وصل لمرحلة من هاي المرحلة، إذا عنده مشكلة في القلب أي مكان يكون يعني خارج، لأن هدفكم أنتم من المبادرة هاي الشخص في يعني يكون خارج المستشفى مش داخل المستشفى، فكيف من خلال المبادرة هاي يتم إنقاذ الشخص هذا ووصوله إلى المستشفى وهو آمن وسليم؟ حلو. التطبيق الذكي هذا بيساعدنا كثير. نعم. خلني أقول أن هالمبادرة واقفة على 3 أركان. الركن الأول اللي هو التطبيق الذكي، صح، والمتدربين وأجهزة الإنعاش القلبي. نعم. خلنا الحين إننا نحن
نهدف أن نرفع نسبة النجاة لحالات سكتات القلبية خارج المستشفى. والتطبيق الذكي بيساعدنا بأن يحدد مثل ما ذكرت أقرب جهاز للحالة هاي. أنا بعطيكم سيناريو بسيط ممكن المستمعين يفهمون أكثر. صحيح. على سبيل المثال بعيد الشارع في ممشى ولا في مكان عام مريض جت سكتة قلبية وطاح الأرض. نعم. وحوله ناس متدربين على الانعاش القلبي على طول يطلع الابليكيشن يعطي اقرب جهاز انعاش قلبي على حق هالمريض متوفر يعني في المنطقه اللي هم فيها. نعم نعم نعم. صحيح. لان مثل ما ذكرنا بيكون 10,000 جهاز انعاش قلبي موزعات في الاماكن العامه. نعم. خلنا نقول سوق ولا ممشى حديقة عامة أيا كان. ونحن نحاول أن نحن نرفع رقم المتدربين. ما زاد الرقم كل ما كان أفضل، كل ما كان الوصول للمرضى أسرع. نعم. وبخصوص اللي هي أول 4 دقائق مثل ما أنت ذكرت ممكن يمر المريض في حالات حرجة بسبب عدم تدفق الدم في جسم المريض هذا. فنحن نبغي ننقذ أي شخص في حالة سكتة قلبية في أول 4 دقائق ويوصل المتدرب ويبدأ بتمرين الانعاش القلبي عشان الدورة الدموية تتم ماشي لين ما توصل الإسعاف للمريض هذا. صحيح. وهذا أيضا أخوي بخيت يعني جانب حيوي تعرف يعني إذا يتم إنقاذ الشخص أو عمل يعني شيء إنه ينقذه خلال 4 دقائق لما توصل سيارة الإسعاف أو يتم نقله إلى المستشفى أيضا يعني جانب مهم. وأنت ذكرت في البداية بأن أيضا أنتم قائمين على هذا الموضوع بالشراكة مع جهات مختلفة. لو تحدثنا أخوي بخيت شركاء هيئة الصحة في دبي في تنفيذ هاي المبادرة. حاليا الشركاء ويانا في هذه المبادرة لها لجنة واللجنة لها عضو من كل دائرة حكومية في من حكومة دبي. الحين نحن بديناها مع دوائر حكومة دبي وإن شاء الله مثل ما ذكرت بعدها نحن بننتقل للقطاع شبه الحكومي وبعدها القطاع الخاص وبعدها للعام. ونحن الحين عشان في نقطة أنا نسيت أذكرها اللي تخص التدريب الناس على الانعاش القلبي. التدريب هذا راح يكون معتمد عالميا مع الهيئات المختصة ونحن في صدد إن شاء الله توقيع مذكرة تفاهم معهم بهالخصوص بأن يصدرون منهج خاص لهذه المبادرة والمنهج هذا راح يكون إن شاء الله معتمد عالميا. نعم. فمعناته أخوي بخيت أنه ممكن يعني يكون هناك اختيار اللي يحب مثلا يدخل في هاي الدورة التدريبية أكيد هناك شروط وأكيد هناك معايير وضعتوها لاختيار الأشخاص المعنيين للتدريب هذا الخاص بمبادرة دبي مدينة القلب السليم. يمكن عندنا دقيقتين أخوي بخيت والموضوع الحقيقة حيوي وموضوع أيضا مهم وأنا متأكد أن إن شاء الله بناخذك في حلقات ثانية أن نتكلم بشكل أكبر في هذا الموضوع. طبعا موضوع مثل هذا أخوي بخيت يعني فيه أطراف كثيرة مثل ما تفضلت مؤسسات خاصة أو يمكن حتى حكومية بتكون معاكم في هاي المبادرة. أكيد طبعا استخدمتوا تقنيات وحلول ذكية اللي أنتم بتستندون الحقيقة كهيئة الصحة في هاي المبادرة الطموحة المبادرة المهمة الحقيقة. حابين نسمع منك أكثر أخوي بخيت عن التقنيات والحلول الذكية يعني اللي أنتم تستخدمونها عفوا في هاي المبادرة المهمة. إن شاء الله. بس مثل ما ذكرت نحن حاليا شغالين على التطبيق الذكي. هو التطبيق هذا إن شاء الله بيكون
على التطوير دائم. وإن شاء الله يعني أول شيء نحن بنتم إدراج سيتم إدراج منقذي القلب كالمتطوعين في منصة دبي للتطوع الخاص في تنمية المجتمع، وهذا حق مثل ما أنت قلت اللي يبغي اللي حاب يتطوع فبإمكانهم أنهم يتطوعون خلال هاي المنصة. صحيح. أخوي بخيت عندي دقيقة، إذا في كلمة حاب توجهها في هذا الموضوع تشجع المتطوعين أو إذا حد حاب أنه يتطوع في هذا الجانب. نعم والله أنا أتمنى من كل المستمعين ومن كل المواطنين والمقيمين في إمارة دبي أنهم يتطوعون في التدريب هذا، لأن هذا الشيء بيفيدك وبيفيد غيرك. صحيح. نحن مثل ما ذكرت يعني على اسم البرنامج صحة وسعادة. نعم. يعني الصحة والسعادة ما تنشرها بفلوس. نعم. فالواحد يسوي كل اللي يقدر عليه عشان يكون سعيد ويعيش في صحة، فليش ما نحن نبادر ونكون جزء من سعادة الآخرين. فأنا أتمنى أن كل حد كل المستمعين إن شاء الله يوم بندرج هذه المبادرة على منصة دبي للتطوع الخاصة بهيئة تنمية المجتمع يسجلون فيها، وإن شاء الله كل شيء بيكون مرتب وبن الإرشادات كيف طريقة التدريب بتكون والأماكن، هذا كله بيتوفر لهم. وحلو أن الواحد يكون عنده خلفية وخبرة في مجال هو ماله فيه. أنا أول واحد أول متطوع أخوي بخيت، لا تنسى. نعم لازم لازم. حقيقة يعني تشجعت ومبادرة جميلة. الأستاذ بخيت الفلاسي ضابط إداري رئيسي ومتخصص في مكتب إدارة المشاريع بهيئة الصحة بدبي، فخورين نحن الحقيقة جدا بهاي المبادرات الجميلة. شكرا لك أستاذ بخيت، وشكرا أيضا لفريق العمل المبدع معك، وسلم على الدكتور محمد الرضا والشباب عندك ما تقصر. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات طبية مفيدة، وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكان في التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، ومخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وشكر خاص أيضا للمخرج سعيد المر، وتقبلوا تحياتين عبد الله جمعة، ودمتم دائما وجميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.